بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا لآخر شيء، وهو كيفية جرد المعطيات، يعني التعامل مع السؤال أو روكيت الخاص بسلكت. إذا سنذهب إلى هنا. إذا سنذكر بعض الأشياء التي تطرقنا إليها. لاحظ أحبائي الكرام، الشيء الأول عندنا رابط connection string أو متغير الربط بين قاعدة البيانات و PHP. إذا server name و local host، البور المنفذ الذي نتعامل معه هو 8889 خاص ب MySQL database دان محمد ديبي. عندنا قاعدة بيانات اسمها محمد ديبي، لننظر إليها أحبائي الكرام. إذن عندنا قاعدة بيانات اسمها محمد ديبي، تحتوي على موظف employee، يحتوي على مجموعة من الأسطر. إذن on veut afficher tous les éléments qui existent, tous les lignes existent dans la table employee en utilisant le code PHP. إذن la première chose c'est établir une connexion. Donc c'est la chaîne de connexion, l'objet connexion avec un username, password, le nom de la base de données, اسم قاعدة البيانات، اسم مالك قاعدة البيانات، كلمة المرور الخاصة بمالك قاعدة البيانات. روكيت الآن سنقوم ب select إطوال from employee لجرد مختلف الموظفين، لأننا عندنا تيبل اسمه employee. أحبائي الكرام، select إطوال from employee. إذا الروكيت عبارة عن select employee. الآن سنقوم بتحديد statement أو عبارة عن une instruction، وبالتالي متغير statement. statement مثلا يساوي اسم الكائن، كائن الربط، ولا سيكون نقطة في برمجة الكائن هي داش greater than، ولا ثم سننادي على دالة اسمها query. query ولا إذن query بين قوسين، وسنمرر له المتغير rocket. لاحظ إن شاء الله. ثم الآن نشر النتائج، يعني affichage أو display. display all، display all rows، display all rows. إذا سنستعمل while كلما كانت الإجابة صحيحة. while بين كولاد، ثم while سنقوم بتحديد متغير اسمه row أو سطر، يساوي statement، ولا نقطة في برمجة الكائن قلنا دائما داش، ثم fetch بين قوسين، fetch بين قوسين. إذا سنقوم بنشر النتائج، ولا إكو أحبائي الكرام، سنذهب إلى المتغير row. row وننادي على اسم العمود، نون دو لا كولون. اذا نون دو لا كولون الاول هو نيم او، نيم او نو او. اذا نيم او، اذا سيكون عندي هنا احبائي الكرام نيم او. ساضيف، ما معنى اضافه؟ نعم، متغير ثم الصاق، يعني نقطة، يعني في PHP هي concatenation أو إلصاق. المتغير الثاني row، العمود الثاني الخاص هنا ب نو. سأتأكد من أسماء، لاحظ نو أو، إذا سأضيف نو أو. نو أو، وكل سطر يلزمني هنا أن أرجع إلى السطر
انساق نقطة، كذلك نقطة، ولا ثم بي ار، ولا فاصلة منقوطة. يا بسم الله على بركة الله لنتأكد من صحة هذا الكود. إذا سنذهب هنا، يا بسم الله، تحيين الملف 1 فاطمة الزهراء، 2 أسامة رو انسرتد. رو انسرتد يمكن أن نقوم بمحو رو انسرتد، لاحظ. نعم الحمد لله. فوالا سنذهب هنا، سأحصل على 1 فاطمة الزهراء، 2 أسامة، وهي المعطيات الموجودة داخل امبلوي. شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله للتعامل مع روكيت سيلكت، مع وير أحبائي الكرام.